بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدث على قناة الشعب، قناة الصحة والجمال. مشاهدينا الكرام، النهاردة هنتكلم في كذا محور، في كذا قضية، وهناخد اتصالاتكم على الهواء. هيكون مشرفنا النهاردة ضيف حبيب على مصر كلها، ضيف بيحب يخدم الناس كلها وبيخدم البسطاء تحديدا، يعني معالي المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بيك معالي المستشار. أهلا دكتور أحمد، أنا سعيد بوجودي معكم، وأهلا بأسرة البرنامج الجميل كله. شرفتنا يا فندم والله، وعدنا الجمهور أن أنت تكون معنا، وإن شاء الله هنتواصل برضو مع بعض في أكثر من حلقة وفي سلسلة من الحلقات على أساس نفيد المواطن البسيط اللي هو منتظر حضرتك وأمثالك، اللي هم بيبصوا لعامة الشعب، بيخدموا في الصحة، بيخدموا في التعليم. يعني النهاردة جايب أنت ملف خاص بناس يعني يمكن ما تعرفهمش شخصيا. في معظم الناس أنا ما أعرفهمش. ما أنا بقول لحضرتك ده اللي احنا عايزينه في البلد. البلد ناقصها حاجة زي كده يا جماعة والله العظيم، إن واحد يحب البلد، يجري على أساس يخدم البلد، عايز يوقف أعمدة البلد. لما البلد تقف على المستشار ماجد والمستشار فلان والضابط علان والمواطن البسيط فلان، هتلاقي البلد وهي ده كل أي دولة متطورة أو دولة أوروبية أو دولة أمريكية أو دولة في أي مكان، عربية خليجية، لازم يكون حد بيحب البلد. من غير ما تحب البلد ولا البلد هتكون لها كيان. ده صحيح تأكيدا لكلام حضرتك. يعني هو لو كل واحد فكر في نفسه بيبقى جهودنا بتتعرض، أكيد. لكن لو كلنا فكرنا في المصلحة العامة البلد بتكبر وكلنا بنكبر معها. كلامك مظبوط مع المستشار، يعني نتكلم بس بعمل شوية. يعني سعادتك يمكن شفنا السوشيال ميديا واللي كتباه عن محمد علي الهارب، محمد علي الفنان اللي بيقدر يطلع يقنع في فيديو، بيطلع بيقول لك الرئيس كذا اللي هو فلان كذا، ده عملوا لي، ده أخذوا مني فلوس، بيطلع يقنع يعني قلة من الناس. ولكن محمد علي اللي عمله في مصر ده المفروض حقيقة يعني، وطالب المحامين جميعا الشرفاء شرفاء يرفعوا عليه قضية خيانة عظمى وإهانة دولة، لأنه اللي بيعمله سعادتك يعني طلع كان شغال، قصته اللي بيحكيها هو أي. ما بحكيهاش أنا، بيقول لك أنا بقالي 15 سنة كنت ساكن في أوضة وصالة، تمام، والده كابتن علي عبد الخالق كابتن مصر وخدم مصر، وما زال الراجل بيخدم مصر وما زال بيكن لمصر كل محبة ومودة. الراجل ده أنا ما أعرفوش شخصيا، ولكن شفته على كتر من اللقاء بيحب مصر، بيبكي عشان مصر والضر بسبب ابنه. فطلع محمد علي ده الفنان وكان يعني إلى حد ما شهرته وبينتج أفلام ومش عارف بيعمل إيه، وشغال ومدير شركة أملاك، شركة كبيرة من ضمن الشركات المصنفة اللي بتاخد شغل من الجيش. تمام. اشتغل من الجيش، بيقول لك من 15 سنة كان في أوضة وصالة، اشتغل وخد شغل من الجيش اللي كلنا قد نتمنى ناخد شغل من الجيش. طبيعي. ليه؟ مش محبة في الجيش وخلاص، لا، الجيش بيدي بأسعار كويسة جدا، صح، بياخد منك شغل نظيف بس بيدي بأسعار كويسة جدا جدا، وممكن كسب كونتراكت أو مقاول من الباطن يتأخر عليك شوية، ولكن الشركات الرئيسية اللي بتاخد من الجيش لا، مفيش تأخير عليها، تاخد أول بأول حسابها، إلا إذا تأخر شوية عليه الحسابات كجيش، وتبقى كأي ثبتة أعمال لأي حد بيشتغل مع الجيش شيء شيء فيه يعني طبعا شهادة تقدير في حد ذاتها، بيقول لك أنا بالخدم بتاع الجيش بطلع على أي بنك باخد اللي هو عايزه، بسيل اللي أنا عايزه طبعا، لأن الجيش معروف إنه مش بيدي شغل إلا لحد ملتزم. طبعا ملتزم أمنياً، أمنياً على الأقل، ده صحيح، وملتزم وفي نفس الوقت سابقة الأعمال بتاعته كله ده كويس، وكان عايش كويس واشترى عربيات فيراري، عربيات مش عارف ما أنزل الله بها من سلطان، وسكن في قصور وسكن في فيلا، لدرجة والده بيقول ده هو ساكن في قصر وفيلا
واحده في 40 مليون واحده ب 35 مليون وساكن ببلتين مش عارف فين الواحده ب 5 مليون دول فقاره كده ما لهمش لازمه جايب سيارات وساكن في اماكن المهم ده فجاه لقيناه فين في اسبانيا وعمال يتكلم بيقول لك الرئيس السيسي كذا مش عارف يعني بيتكلم في حاجات مش عارف اعيدها انا ما اقدرش اعيدها دي حاجات تخص مصر وتخص امن مصر وتخص اقتصاد مصر وتخص الرئيس مصر طبعا وهو حشره معه والله العظيم هو كان مستريح بيقول لك بيدوني باسناد مباشر طب انت كنت فين لما كنت اخد باسناد مش ناقصه حاجه عشان يعمل كده مش قال كده ابوه يعني والده الدوله كانت كريمه معاه يعني جدا ما كانش فيه اي شيء من يعني يخليه يضطر يعمل كده ويطلع يهاجم مصر ومن خارج مصر كمان يعني احنا هنا ممكن نقول اللي احنا عايزينه لاننا بننقد لا احنا بننقد والله بننقد الدوله بالظبط وبننقد يعني اي حاجه في الدوله احنا بننقدها وبيستمعوا بصدر رحب لو نقد بناء سواء استمع او لا نقد بناء انت بتنقد عشان خايف على الدوله صحيح. مش بتنقد عشان الاجنده طب انت بتنقد لمين وانت عارف مين المنتظر فيديوهاتك وصفحاتك مين المنتظرها وعمال يعلق وعمال يقول اعداء مصر اعداء مصر طبعا اعداء مصر وبيجيبوا فوق الحاجه حاجه يعني فيديو بيجيبوه بيتكلموا فيه وده بتتكلم فيه وده بتتكلم فيه ده خايبانين انت بتتكلم على ايه ومفيش مستند في ايده يعني مفيش ورقه طلعها قال يا جماعه حصل مني كذا ممكن يجيب مستند بعد كده مفبرك بس انت بتقول انا ليا 220 مليون عند الجيش ورحت اشتريت بيت او بيتين في اسبانيا واشتريت عربيه ميسي وبتقول ما زال الشغل شغال في الشركه بتاعته في مصر بقول لسه مطلع فيديو بيقول لك لسه المناديب والسيلز عنده شغالين برضه في الجيش تمام ما مشكلتك فين جه والده طلع عشان راجل محب للبلد قال اعتذر للدوله كلها واعتذر للشعب كله واعتذر للسيسي وبيقول انا مش عارف دمرنا محمد علي ده دمرنا طبعا محمد علي ده اشتغل طيب معانا الدكتوره اسماء طبيبه نفسيه دكتوره اسماء اهلا وسهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك صباح الخير دكتور يا دكتورة أسماء أهلا وسهلا احنا بنتكلم في صدد الهارب محمد علي أو معرفش أقول عاق طبعا محمد علي كاره لمصر محمد علي يمكن سعادتك يعني وليه ما نقولش مريض نفسي والله يا ريت أنت بس تقولي لي حضرتك إذا كان مريض نفسي يعني هل ممكن يوصل بيه درجة البجاحة اللي هو واصل فيها حاليا انا شفت الفيديو ما كنتش اعرف مين محمد علي يعني هو ولا كلنا كنا نعرفه والله انا مش هاني عذر يعني عشان نعرفه او يبقى يعني حد مشهور او دارس او لا أو واحد مقاول نعم احنا انا صراحه مع احترامي للمقاولين كلهم طبعا ولكن هو اصلا فاشل انما المقاولين كلهم ناس يعني فوق دماغنا وده حقيقه انا شفت الفيديو الاولاني طبعا لغه الجسد بتعبر حلو قوي عن شخصيته كانت قد ايه مهزوزه قد ايه هو شخص متسرع قد ايه ملامح التوتر بانت عليه من اول ظهوره بالسيجاره مسحه لمناخيره وفي ودنه الايد اللي عماله تطلع لفوق دي تمسح وشرب السيجاره يا دكتوره وشربه في السيجاره بالشراسه دي شرب السيجاره حركات ايده نفسها الانفعال بتاع حركات ايده ده يدل على ان هو قلقان ما تشغلش بالك يا استاذ سيبني بس انا بعرف اشتغل ان هو متوتر ده غير ان هو على فكره هو شخصيه مش سمعيه هو شخصيه بصريه رغم كده ان في الفيديو الاول وهو عمال يشتم في مؤسسه الجيش هو عمال بيبص تحت هو مش قادر يرفع عينه مش قادر او هو بيخبرنا كذبا يعني هو لغه الجسد بتاعته بتقول ان انا كذاب ده التحليل بتاع حضرتك لان فعلا بالفعل يعني حتى مش معاه مستند يعرف يتكلم بيه اولا ولو معاه مستند فبالتاكيد مفبرك يعني حضرتك استاذن حضرتك يعني هو في الشغل اللي هو فيه ده والوضع الاجتماعي والوضع المادي اللي هو فيه ده ونلاقيه يتكلم في كلام يعني ما فيش حد تجرأ وصل لدرجة القباحة اللي هو فيها دي تفضل هو طبعا دكتورة اديها مجال يا جماعة يعني اديها مجال عشان طيب نشكرك يا دكتورة أسماء
أشكرك يا فندم. حللت الأبعاد النفسية للشخصية بشكل علمي واضح طبعا. وبالتأكيد يعني فعلا الطفل المدلل اللي كل طلباته مجابة على مستوى الطفل الصغير ده مصيبة. بي عنده نوع من التمرد والعصيان بلا داعي. فمعك معها حق في تحليلها للشخصية بالتأكيد هي فاهمة بتقول إيه. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. مشاهدين الكرام ورجعنا لكم تاني. مخرجنا الجميل أستاذ محمد أشكرك. هنرجع ونرحب بمعالي المستشار. أهلا مجددا. أهلا وسهلا بيك. طيب يا معالي المستشار قبل الفاصل كنا بنتكلم برضو عن الأخ محمد علي. محمد علي ده خلاص يعني تكلمت فيه الناس كلها. بس أنا بأطالب حقيقة يعني جميع المحامين الشرفاء يرفعوا عليه قضايا خاصة برد شرف لمصر. ده أولا خيانة عظمى لمصر. أوعد حضرتك أن المؤسسة هتتبنى دعوة من الدعوي دي. يا ريت يا فندم. بتاعتنا بواسطة المستشارين القانونيين الشرفاء اللي عندنا في المؤسسة. يا ريت يا فندم. وكمان بطالب الجيش او مؤسسه الجيش او مصر كلها ما تردش بصفه رسميه على الولد ده. سيبوه كده ولا حد يرد عليه بصفه رسميه ولا حد يبند له اي كلمه من الكلام اللي قاله. سيبوه يشتغل كده زي ما هو عايز يشتغل. يعني التجاهل افضل من لا بالنسبه له هو كده. طيب هنرجع الموضوع برضو سعادتك الناس المنتظره برضو من معالي المستشار الزياره العظيمه دي وهنتكلم برضو في ال طيب معانا ام هاني من مركز جرجه محافظه سوهاج. اهلا وسهلا بك ام هاني اتفضلي. اهلا بيك يا استاذ احمد ازي حضرتك. اتفضلي يا فندم تحت امرك. ازي حضرتك كل عام وانت بخير. وانت طيبه يا فندم. انا بس عايزه اشكر سياده المستشار على الهوا لان انا كلمته في التليفون طلبت منه خدمه انسانيه وهو حد ما يعرفنيش وهو انسان ذوق وراقي ونفسه صغيره جدا جدا. بصبح لحضرتك يا سياده المستشار. صباح الخير يا مدام. حقيقه انا مش فاكر لكن حضرتك اتصالك ده شرف لينا. احنا يعني مكرسين حياتنا لخدمه حضرتك وكل اي مواطن مصري. انت روحك جميل يا سياده المستشار. ربنا يعلي شانك ويبارك في عمرك ويكتر من امثال حضرتك. اشكرك يا ام هاني. بشكر حضرتك على الهوا كتر الف خيرك على ذوقك على ردك عليا ويا رب تفهم الموضوع يعني بس الله يخليك. اشكرك يا ام هاني. بعد البرنامج فكريني تاني وبالتاكيد يعني مش ممكن هنهمل اي طلب او اي دعوه لنا. اكيد اكيد برضو الناس بتحس برضو بالخدمه. اكيد بتحس بالشخص اللي هو عايز يخدم الناس دي من جوه. صحيح. اه والله العظيم يعني شفت ام هاني متصله ومكلفه نفسها عشان ايه تشكر معالي المستشار اللي هو عمل معاها خدمه من غير ما يعرفها. ده صحيح. هو ليه ما يبقاش اكتر من مستشار ماجد في البلد؟ وبالتاكيد في زي ما انت اتفضلت وقلت كتير جدا كتير. بس يمكن احنا الظروف ادتنا الفرصه ان احنا الناس تشوفنا لكن اكيد في ناس تانية برضو نتمنى ان الناس تشوفها وتحس بيها. اكيد في ناس اكثر وطنيه مننا يعني مصر مليانه وعامره بالاشخاص الخيرين. اكيد اكيد يا فندم. طب بتقول لي يا معالي المستشار يعني اللي عايز يجي مثلا يتواصل في اي خدمه محتاجها من المؤسسه الافرع موجوده في المحافظات فين؟ اذا كان ممكن يتواصل مثلا معك على التليفون ولا تمام. يتواصل ازاي؟ احنا تليفوننا موجود يعني اي حد يدخل على جوجل ويكتب ماجد صلاح او المؤسسه القوميه لحقوق الانسان هتطلع له كل تليفوناتنا وتليفونات المؤسسه الارضي والموبايل وكل حاجه. انا عن نفسي برد عشان بس على الضغط اللي على حضرتك. انا بتكلم ان في ضغط على حضرتك في التليفونات. اكيد انا بعمل حاجه زي سويتش كده يعني بستقبل تليفون اسمع مدام ام هاني كلمتني ربما تكون من جرجه بتقول لي مشكله فيها انا مش لازم في كل مشوار انا اسافر. أكيد. لكن ممكن اوجهها للمسؤول عن المؤسسة. ده اللي بتكلم عليه المسؤول اللي موجودين مثلا في حد في سوهاج حد اسيوط حد مثلا في باقي المحافظات بالزبط. مثلا كمحافظه تمام. بغض النظر اذا كان في مراكز او في بني سويف في الفشن في موجود كل واحد في مسؤول يعني فيها. هتقدر تحوله انت تقول له يا جماعه روحوا لل في هنا في اسوان في الاسماعيليه في كل مدينة عندنا أكثر من مسؤول للمؤسسة القومية لحقوق الإنسان. غير كده احنا عندنا في طابع في كل أبناء المؤسسة طابع واحد يعني لما تقعد مع شخص
عضو في المؤسسة في محافظة قنا، تحس انك قاعد مع ماجد صلاح في القاهرة. تمام. تقعد مع واحد في بحري تحس انك قاعد مع ماجد صلاح. كلنا طبع واحد. ايه هو؟ اننا بنتبارى ونتسابق في تلبية. استأذنك، معانا السعيد ما شاء الله النهاردة يعني ضغط علينا في الاتصالات، معانا المهندس بدوي المصري برضه من جرجة محافظة سوهاج. عضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. يا أهلا وسهلا مهندس بدوي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا بيك. ازيك يا معالي؟ ازيك دكتور، أخبار حضرتك؟ الله يخليك. معالي المستشار ماجد صلاح. طبعا معالي المستشار الغني عن التعريف، وأنا بفكر حاضر إن أنا من أبناء المؤسسة يعني. طبعا أنا لسه بقول دلوقتي أهلا بيك يا باشمهندس بدوي، طبعا غني عن التعريف. بس مهندس بدوي طمنا على جرجة واهلنا وسوهاج والشغل اللي انتوا عاملينه ما شاء الله عليكم، حاجه عظيمه. ربنا يخليك. حدش يقطع مع المهندس بدوي يا جماعه، سيبوه شويه. المهندس بدوي ربنا يخليك. هو احنا حاطك دكتور، يمكن حاطك من ابناء الصعيد وعارف يعني الوضع اللي كان فيه البلد. فاحنا عملنا حاجه هنا اسمها اتحاد ابناء جرجة. اتحاد ابناء جرجة شباب ما شاء الله عليهم. مهندس بدوي، مهندس حماده، الصحفي علاء، الحاج حمدي الدهان، المهندس وائل الليس. ما شاء الله يعني ايه التيتل، حاجه ما شاء الله عليهم. بيسيبوا مصالحهم، هو في نوع ومشغلهم. من الوعي والصحوه الاجتماعيه انا ملاحظ ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه السنوات الاخيره. لا في الكل، احنا عايزينها في الكل مش الصعيد بس. لو تعرف يا باشا دول ايه يعني، محبين اولا للدوله ومؤسسات الدوله. بيطلع الواحد فيهم بيمسك المكنسه، يمسك المقشه، يمسك الرولة وبيدهن السور. تكلمنا مع الاستاذ علاء جعود الحلقه اللي فاتت بس ما كملناش معاه. معايا باشمهندس بدوي مع حضرتك. فالناس دول صراحه عظيم سلام ليهم. المحافظ برضه مبسوط منهم. المهندس علي ابو عقيل راجل فاضل، راجل محترم جدا، راجل برضه موفر لهم الامكانيات. تمام، موفر لهم الامكانيات. عايزين مثلا نروح الشارع ده، عايزين نشيل الله يعزك الزباله اللي فيه، يبعت لهم عربيات. الشارع ده عايزين اسمه ده البتاع ده اللي بيشيل بيسوي التربه وحاجات زي كده، يبعت لهم. هو احنا محتاجين كده يكون شباب متجاوب وايجابي. اتفضل يا باشمهندس. سرع المقاطعه، سامعينك. اتفضل. لا اتفضل. هو حضرتك المجلس بصراحه متعاون معانا بقدر الامكانيات بتاعته، وزي ما حضرتك عارف نحن بنسخر امكانياتنا. الناس الحمد لله جرجة بقى فيها واعي حاليا، طبعا التعليم والدنيا. فحضرتك عارف يعني بقدر الامكان البلد ولله الحمد الناس تجاوبت بقدر بيكم يعني. يا استاذ بدوي انتم ما شاء الله يعني شباب حلو وتحبوا للبلد وشغالين وبتسيبوا مصالحكم ومشاغلكم وشغالين، وانتم ما شاء الله يعني لكم وضع اجتماعي. واحنا يا دكتور بنساند الدوله بقدر الامكان. اكيد اكيد، والدوله تقدر لكم ذلك اكيد. ده اللي احنا عايزين نعمم الفكره يا استاذ بدوي، يا باشمهندس بدوي، على مستوى ربع مصر يعني. عايزين كل الناس تقتدي بيكم. وبعدين على فكره مش عايز اخصكم انتوا بس، لا جرجة مليانه كوادر ومليانه ناس كويسه جدا، وناس برضو بتخاف على البلد زيكم. طبعا مش عايزين نخصص يعني ايه يعني. يمكن حضرتك مطلع ان احنا بنرحب باي حد ينضم. ان احنا ده اللي احنا عايزينه، ان انتوا ترحبوا باي حد ينضم وبتساعدوا برضو الشباب. ولكن عايز اقول برضو الوطنيه مش هنخص بيها حد معين. الوطنيه ومحب البلد مش عايزين نزايد فيها. كل ابناء جرجة وطنيين ومحبين، ولكن عايزين الشغل، عايزين الفعل. اشتغلوا يا جماعه، ابتدوا تفاعلوا تفاعلوا وتواصلوا مع المسؤولين واطلع اشتغل. يعني انتم بعد ما ابتديتوا تظهروا في الكادر يا باشمهندس بدوي ابتدى الشغل حقيقه. يعني كان في ميدان اسمه السهريج يا معالي المستشار، كانت حاجه يعني لا يرسى لها. حضرتك شفت حاليا تعالى شوف ما شاء الله فخر. ما شاء الله بقت فيه نقطه او في حاجه ثابته كده تبع المرافق، وهم كمان الشباب ما شاء الله راحوا للمحافظ وزيهم برضو ناس كتير غيرهم برضو راح اتكلمت برضو هم وغيرهم اتكلموا وساعدوا ان جرجة ان شاء الله ترجع اكيد للتاريخ. طالما في ترجع لوضعها وقامتها وقيمتها وقامتها وفي اراده، كل شيء متاح. المهندس بدوي راجل محترم، مفيش حاجه صعبه. احنا نتمنى لكم الخير يا باشمهندس بدوي. وانا برضو حابب على الهواء اشكر معالي المستشار ماجد صلاح، لانه بتوجيهاته برضو حضرتك نحن هنا بنخدم، هو توجيهات بنخدم اي حد محتاج اي حاجه. ربنا يوفقك يعني. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس بدوي. اشكرك الشؤون
وتدخلنا بتوجيهات مع المستشار وتحلت يعني كذا مشكله. ثقتنا وعشمنا فيكم دايما يا باشمهندس. ربنا يبارك فيك مهندس بدوي وتحياتي لاهالينا عندك. خليك يا دكتور. اشكرك اشكرك. ده احنا بندور عليه. احنا عايزين الدوله تساعد الشباب دي، توفر لهم الامكانيات اللي هي خاصه مثلا بالمحليات. يعني شباب زي دول في مركز وابتدوا يشتغلوا، وغيرهم برضو بيشتغل، ما نقدرش نقول هم بس اللي بيشتغلوا، كل المركز بيشتغل. عايزين المحافظه تشتغل، عايزين اسيوط تشتغل، المنيا تشتغل، المنوفيه تشتغل، الجيزه تشتغل. هو مهم جدا المحليات بالذات المسؤول والشارع يكون في كونتاكت بينهم. الكونتاكت ده لا يتوفر الا من خلال الشباب والاشخاص المحبين المخلصين للبلد زي كده. شوف يا جماعه لو في هوا افتحوا لنا الهوا بعد اذنكم، او لو في اتصالات حاجه استقبلوها. طيب احنا بالنسبه لمعالجه الملف الصحي اللي هو بيعاني منه يعني معظم كلنا عندنا شكاوى في معظم الشعب المصري بيعاني منها اكيد يعني، وانت لك دور يعني لك دور برضه فعال كمؤسسه يعني في علاج اكثر من حاله واجراء اكثر من عمليه كتير جدا، وكنت السبب برضه في علاج على نفقه الدوله برضه في اكثر من مجال، فيا ريت الملف ده نفتحه ونستفيد فيه على اساس الناس كلها منتظرانا كده برضه، اللي عنده مشكله في كذا، اللي عنده دور متاخر، فعايزين برضه نساعد الناس دي على قد ما نقدر. هو ملف الصحه مهم جدا لان ما فيش بيت النهارده يخلو من مريض أكيد في أكيد جانب أكيد ما أكيد. مهم كمان مستشفيات الصعيد وبحري بعيد عن القاهرة الكبرى، يعني محتاجة إعادة نظر أكتر من كده. يعني بتجينا حالات بيبقى واحد محتاج عملية زي ده، أحيانا نحاول كتير نعمل له العملية أو لوز أو حاجات بسيطة جدا أو مية بيضة بنجيبه من الصعيد او بنجيبه من البحيره عشان نعملها له هنا في القاهره. القاهره مضغوطه، القاهره فيها ضغط شديد جدا. نعم. ومع ذلك لما نجيب واحد من الصعيد علشان نعمل له عمليه ميه بيضه هنا في القاهره احنا بنزود الضغط. طب هم هناك يعني صحيح في قصور في الميزانيه، في قصور في الميزانية. الاهتمام في الاجهزه الطبيه، في عدد الاطباء نفسهم. اكيد مع الوزيره والمساعدين في كل قطاعات الصحه وكل المديريات يقدروا يعالجوا المواضيع دي، مواضيع بسيطه وممكن بالتنسيق شويه. طيب. ندي اهتمام اكتر. استاذن حضرتك معانا الاخ صابر علي من المنيا، اهلا وسهلا اخ صابر اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حضراتكم بخير، تحياتي لحضرتك ولفخامه سياده المستشار اضيف الحلقه. اهلا وسهلا. اهلا بك يا عم صابر. انا يا استاذ العوضين انا تابعت الحلقة التي تحدث فيها والد محمد علي مع الأستاذ أحمد موسى. تفضل. وتبرع من ابنه وقال إنه أساء للبلد وللوطن وللري، ده حاجة لا يستحق أن يعيش على تراب مصر يا أستاذ العوضي. نعم. ده إنسان عديم الدين، لأنه لو عنده ذرة من الدين ومتفقه دينيا كان عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة إلى المدينة ونظر إليها وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طيب إيه رأيك أنت يا حاج صابر؟ طيب يا شيخ صابر أنت إيه رأيك في اللي عامله محمد علي ده؟ تحياتي وتقديري واعتزازي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل المخلص الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لكي ينقذ البلد من الضياع ومن الدمار، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكنا مثل العراق وسوريا وكل البلاد التي حوالينا كنا دمرنا. وهذا البني ادم لا يستحق كلمه بني ادم يا استاذ احمد. مظبوط كلام. لو كان في عهد اي رئيس غير رئيس السيسي لما بقي على الارض حتى الان. كان اختلوه، كان عملوا له اي حاجه، لكن هذا لا ما فيش اغتيالات، احنا عايزين بس ناخد حقنا منه بالقانون. بالقانون 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 ان شاء الله باذن الله رب العالمين. اشكرك اشكرك يا شيخ صابر اشكرك. وده بيبين قد ايه سماحه مصر. طبعا احيانا الشاب ما
من دولة أو المواطن بتكون مشكلته إن ما عندوش مشكلة. أتوقع أو أتصور يا دكتور أحمد لو الراجل ده عنده مشكلة في السكن، مش لاقي مكان يسكن فيه بدل الفيلل والقصور دي، ما كان هيهتم إزاي يوفر سكن. لكن لأن كل شيء توفر بالنسبة له ما بقاش عنده مشكلة، زي ما قالت الدكتورة هو اللي هو حاجة نفسية. بالظبط كده، حاجة نفسية، عايز حاجة ما عرفش يجيبها بالفلوس ولا يجيبها بالفن، خده شهر وقفه له. طب استفدت ايه؟ وبعدين انت بتغلط في دولة، سيبك من رئيس الدولة، بتغلط في دولة، بتشوه دولة، ده انت مجرم، ده انت مجرم. وبعدين قول كلام يعني يمشي، يعني يعقل، يعني لو سلمت بكلامك كله صح. طب ما تقول لنفسك انت كنت فين في الخمستر سنة دول؟ ده لو افترضنا ان كلامك صح، انت عايش في فيلا ب 40 45 مليون وزعلان عشان عملوا اصلاحات في القصر، ان صح كلامك في الاستراحة او في القصر بتاع الرئاسة ب 20 مليون، زعلان قوي. ما انت ساكن انت نفسك ساكن في فيلتين، الفيلا فيهم ب 40 45 مليون، ده كلام والدك، ده كلام والدك. ربنا ان شاء الله اتمنى ان شاء الله باذن الله اشوفه قريب في مصر، يعني بامانه. لا يعني بتكلم ان هو المفروض حقيقه يعني يجازى، وفعلا المفروض ترفع عليه قضايا، وانت وعدتنا ان شاء الله هتبتدي ترفع عليه قضايا ان شاء الله كمؤسسه ان شاء الله. فنتكلم بقى بعد اذنك في يا اخواننا في فيديو برضو بعد اذنكم لو امكانيه برضو تعرضه لنا بتاع الشيخ عمر والبنوته الصغيره دي، نتكلم برضو في ملف الصحة تاني نرجع له. ملف الصحة يعني حقيقة احنا محتاجين اهتمام، نظرة اكثر تركيز في مستشفيات الصعيد في عدد الاطباء. المدير الاداري بيبقى موجود في المستشفى من بعد الساعة 12 الساعة 1 لغاية تاني يوم، بيبقى مدير واحد بس. المستشفى ممكن تحصل طوارئ، حوادث، حاجات زي كده بتحتاج رعاية. نتصل يقول لك ما فيش، انا اللي موجود ده نبطشي، بيفضل في الاستقبال ولا يفضل في الطوارئ لغايه تاني يوم. وممكن تاني يوم نتفاجئ انه محتاج يتنقل لمكان تاني. احيانا كتير بيبقى مواطن من سوهاج، ممكن يكون من اخر سوهاج من دار السلام مثلا، عنده مشكله كبيره، مشكله ايا كانت المشكله، ننقله جامعه سوهاج او مستشفى في سوهاج، نحتاج نلاقي انه محتاج يتنقل مستشفى الجامعه اللي في اسيوط. كل ده طبعا وهو ممكن يكون حالته الصحيه لا تسمح بذلك. احنا عندنا يعني حاله والد طفله لسه مولوده جديد عندها انسداد في المريء، ونقلوها ودوها مستشفى، من مستشفى الجامعه في سوهاج لمستشفى الجامعه في اسيوط. مستشفى الجامعه في اسيوط بعد الاشراف على الولاده ما كملوش علاج، عايز يوديها مستشفى بوريش، والبنت حالتها لا تسمح بالنقل. وطبعا بره بيدفع 700 جنيه في الحضانه في اليوم الواحد. مشكله كنا لسه بنتكلم فيها، وحاولنا نتواصل مع مستشفى الجامعه في سوهاج ما لقيناش امكانيات انها تتعالج، محتاجه جراحه وما بتتعملش في اي مكان. الحاجات دي محتاجه، يعني ما يصحش واحنا دلوقتي في 2019 نقول ان التخصص ده مش موجود في مستشفى زي جامعه سوهاج. ما ينفعش ما ينفعش اجيب طفل لسه مولود حالا من ضواحي او مراكز سوهاج علشان انقله مستشفى بوريش بعد ما يقعد 15 يوم في حضانه خاصه، وممكن بعد ده كله. بس مستشفى يعني بوريش برضه فيها امكانيات تفرق عن اي مكان. هم قالوا له هناك تخصص اطفال بس برضه يعني مفروض انسداد في المريء، يعني مش العمليه، ما هيش قلب مفتوح، ما هيش عمليه في المخ. انا عارف ان عمليه مش سهله، لكن مفروض برضو يكون في عنايه اكتر من كده بالتخصصات النادره زي كده، ويكون في قرارات العلاج على نفقه الدوله تتوفر لها ميزانيه اكبر في المدن، في المراكز، في المحافظات. ما يبقاش يعني انا بقول لحضرتك احيانا بنجيب حد يعمل عمليه ميه بيضاء من الاقاليم علشان يجي يعملها هنا في القاهره، يعني بيبقى في حرج. انا وانا بطلب ده من احدى المستشفيات والمؤسسات العلاجيه في القاهره ببقى محرج، انا جايب لكم حد من الاقاليم، طب هم عندهم مستشفيات ودي عمليه متوفره. لكن على ما يطلع له قرار، وبعدين ممكن عمليه تكون بتكلف 7000 جنيه
يطلع الشيك ب 2000 جنيه هو حالته لا تسمح انه يكمل. طب هيدفع خمسه منين؟ ما عندوش، فيضطر يجي الشيك يطلع القرار بعد انتظار شهور وما يستفيدش بيه، بيضطر ما يستخدموش ويرجع لنا تاني عشان ننقله. هنعملها ازاي حضرتك؟ محتاجه الوزيره تعمل نوع من التنسيق واعاده يعني نظر تاني في الميزانيات بتاعه المحافظات. خصوصا المحافظات اللي هي ايه؟ على الاطراف يعني. مهمة جدا دي، لان فعلا الناس محتاجة هناك والناس حالتها لا تسمح. انا اعرف حالة عندي في انا بتاع ست كبيرة مسنة عايزة تعمل عملية مية بيضة في عينيها الاثنين، مش بتشوف بعينيها الاثنين، عملية مية بيضة وتغيير عدسة تخليها تشوف النور من تاني، ست عجوزة كبيرة في السن، صعب انها تيجي القاهرة ملهاش حد. كان كلمتني مع المستشار حضرتك قبل هوا، قلت له في مشكلة مع احد المستثمرين في البساتين او حاجه زي كده، مشكله في الاسكان هو. يعني اثنين مقاولين او ثلاثه بيشتغلوا في منطقه البساتين. تعرضنا الموضوع ده عن طريق اكتر من شكوى جت من متضررين هناك، اشتروا شقق عند الناس دول وعند التسليم بيبقى فيه مماطله، ما بيسلمهمش نفس المواصفات المكتوبه، بيغيروا في السعر، بيزودوا في السعر كل شويه، بيبيع الشقه هناك ب 250 الف جنيه وكتب له في العقد 70 الف طبعا عشان الضرايب. لكن بيستلم الشقه بالفعل؟ بيبقى فيه متاعب في الاستلام وفي المواعيد، وبيبيع العماره قبل ما يحط طوبه فيها. فبالتالي لا اتوقع مقاول زي كده. كمان في حاجه احنا اكتشفنا والكل يعلم ده، بس انا نزلت البساتين بنفس امبارح، اكتشفنا ان الاراضي اللي بيبنى عليها دي كلها اراضي مملوكه للدوله وضع يد. تراخيص ازاي بقى؟ مفيش تراخيص، مفيش قرارات هدم، مفيش قرارات ازاله، يعني بياخد بيت مبني ممكن يكون فيه سكان ويشتري من واحد ويهد على الباقي. تمام بس لازم ويعتد. هي بيهد من غير قرار، من غير قرار إزالة. من غير قرار ازاله. والحي من متابعه الحي؟ طيب الحي بيعمل محاضر على الورق. طب والمرافق؟ المرافق بتكون موجوده لان دي بيوت قديمه بتتهد وتتبني تاني على نفس المرافق يعني. ولو ما فيش بيوصلها بالمخالف ويعمل ممارسه يعني بيعمل كل حاجه اللي بيقدر يعمله بالقانون بيعمله، اللي ما بيقدرش يعمله هو يعمله بشكل مخالف. ده انت بتعمله حضرتك في حاجه ارض بتاعته. ممكن يخالف. المشكله انه بيبني بياخد. حضرتك معانا مين؟ معانا ام رامي من القاهره. اهلا وسهلا بيك يا ام رامي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك، والله انا ليا موضوع عايز اكلم فيه المستشار بعد اذنك. اتفضلي. اهلا بيك يا مدام، اتفضلي. الموضوع يا فندم ان انا كان عندي شقه في المنيل، ودلوقتي حاليا انا ما عنديش سكن اسكن فيه، وبعدين صاحبه القضيه قالت ان انا غير ذي صفه في الموضوع وخرجوني من القضيه، فانا جوزي توفى، لما توفى انا ابقى حاضنه للشقه مع اولادي. حضرتك الشقه دي ايجار قديم على ان الزوج ما جاش يحضر القضيه، انما الزوج كان عنده بتر في رجله توفى. طيب. هل ممكن ان انا اعيد القضيه تاني عشان ارجع الشقه؟ حضرتك القضيه الشقه دي كانت ايجار قديم و صاحب البيت اخذها منك بحكم محكمه، مش صح كده؟ ايوه بالظبط. لو في فرصه للتقاضي تاني في درجه تانيه في استئناف نعمله، يعني استاذنك بعد البرنامج كلميني واديني ملف القضيه، ولو ليكوا فرصه تانيه نرفع دعوه نستأنف الحكم او نعمل نقض للحكم بواسطه المستشارين القانونيين اللي عندنا، وان شاء الله لو ليكي حق نجيبهولك. تواصلي مع المستشار، رقمه موجود عندك في الشاشه يا ام رامي. اشكرك ام رامي. تم في برضه في مسابقه معموله في احد المراكز. ايوه. للانشاد وللتركيب القران وللاغاني وللفن وللشعر. فيعني صورنا كده حاجه تخصها يعني، فيا ريت لو يقدروا بس الجماعه يعرضوا لنا هنشوفه مع بعض، على اساس برضه
كبرنامج بنقف تشجيع للمواهب والشباب لازم. لا هو حقيقه دكتور احمد حضرتك متميز في أشكرك, اشكرك 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 ما بتسيبش حد اشكرك خصوصا الناس الصغيره والله بتشجعهم والله نسعى جاهدين ربنا يعني بنخاف من خايفين على خايفين على البلد مش اكتر من كده احنا بنخاف على البلد وازمقه في البلد على رجليها. طيب معانا الفيديو على الهواء فن. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في الفيديو ده تعريفي لمسابقة موهبتي. مسابقة موهبتي في القرآن الكريم والابتهالات الدينية والغناء والشعر والخطابة. مسابقة موهبتي حقيقة الفيديو ده هنتكلم فيه عن إيه هي مسابقة موهبتي. حقيقة المواهب دي كلها هتقدم إن شاء الله بإذن الله في المسابقة. كل اللي عنده موهبة وكل اللي شايف إن هو عنده موهبة وكل شايف إن هو أهل للموهبة وشايف إن هو عنده موهبة هيتم إن شاء الله بإذن الله هيكون فيه مختبرين معانا ومختبرين محترمين ناس ناجحة في مجالاتها وناس عظيمة في مجالها هيكونوا مختبرين معانا في شتى المواهب دي. هتتم تقديم إن شاء الله بإذن الله. طب ناس تسأل إزاي أقدم في مسابقة موهبة؟ في رقم دلوقتي هيظهر قدام حضراتكم رقم واتساب هتبعت عليه بياناتك هيظهر قدامكم الرقم ده هتبعت عليه بياناتك وبعد ما هتبعت عليه انت كده قدمت في المسابقه. وبعديها ان شاء الله باذن الله بعد ما تنتهي فتره التسجيل لان هي ليها فتره هيكون هنبلغكم ان شاء الله باذن الله بميعاد الاختبارات. هنقسم المجموعات وهيبقى الاختبارات في قاعه بنت السلطان في مدينه جرجة واللي بشكر صاحبها في هذا الفيديو بشكر الاستاذ احمد النقيب على مجهوده الرائع اللي بذله معانا وهو ابن من ابناء جرجة وبشكره شكر كبير. فان شاء الله باذن الله هتكون الاختبارات دي فيه. رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو. الفيديو ده في مسابقه في مركز جرجة وهي بالتاكيد تخص محافظه سوهاج كلها يعني مسابقه عاملها فضيله الشيخ عمر نصر وشباب جرجة برضو متحمس للمسابقه دي على اساس ان هم ايه حاجه خاصه بالترتيل القران الكريم تجويد القران الكريم الفن الشعر الغناء وجايبين طبعا لجان على اعلى مستوى وهتكون تحت رعايه رئيس مجلس المدينه المهندس علاء ابو عقيل وهيكون فيها يعني من كبار البلاد موجودين وهيكون فيها محكمين في هذه الحلقه. طيب معانا الاخ ابو كريلس من المنصور اهلا وسهلا بيك. اهلا 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 تفضل. تحياتي لمعالي المستشار ماجد بيه صلاح وتحياتي لمقدم البرنامج. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يا ابو كرولس اهلا بيك. ازاي ما عليك. انا والله بشكر برنامج ده. البرنامج ده بصراحه يعني كويس جدا جدا ربنا يبارك فيك. بتطلع على حاجات كتيره جدا جدا ربنا يبارك فيك في موضوع حقوق الانسان. يعني جميع الجمعيات وكل الناس اللي هي عامله نفس الموضوع ما هياش عامله برنامج على الهواء، ده يدل على المصداقيه بتاعه المؤسسه نفسها. لو غير يعني برنامج يا ابو كرولس ان هي على الهواء بس، لا كمان برنامج على الطبيعه، يعني أيوه. المهندس ماجد ولا ازكيه على الله هو شخصيه يعني في اي لحظه تتصل بيه يرد عليك، اي مشكله اكيد اكيد يعني يروح اي مكان عشان ده بيروح الصعيد بيحل مشاكل سائريه. اكيد اكيد بيروح الاسماعيليه بيخليش مكان حقيقه من الصعيد لاسكندريه. لا لا شغال. انا بتكلم على نقطه الشفافيه ان هو الانسان اللي بيطلع في التلفزيون ويتكلم ويخش في المواضيع ويقود ويعمل ويساوي ويحل وعلى التلفزيون يعني معنى ذلك ان جميع الدول بتتفرج عليه دلوقتي فتبص تلاقي دي في شفافيه. نعم اكيد. هو احنا اعتدنا الشفافيه ابو كرولس في حياتنا وفي الاعلام وفي المكتب وفي التليفون يعني هو وجه واحد اللي الناس بتشوفنا بيه وده يمكن اللي مخلي الناس بتتعامل معانا بارتياح. طيب. وحضرتك يعني احد اعضاء المؤسسه القوميه لحقوق الانسان وبشكرك على المتابعه وعلى اهتمامك. اشكرك اشكرك ابو كرولس. نتمنى يعني كل اهل المنصوره يكونوا نفس المتابعه ونفس الحماس. نتواصل مع معالي المستشار بعد الفاصل. تليفونه موجود يا ابو كرولس. طيب معالي المستشار عشان برضو الوقت ازف ومش عارف الهواء والحلقه معاك بتبقى كده بتجري بسرعه والله العظيم بامان ومتهيألي يعني الشباب كده محجمين الهواء لان لو فتحوا الهواء هيجي لك اتصالات كتير جدا جدا جدا. عايز اتكلم بس في حاجه كنت عايز اتكلم فيها. اتفضل. كنا عايز نتكلم مع الدكتور خالد قاسم ولكن يبدو ان هو ايه مشغول مش عارفين نتواصل معاه. بالنسبه لاحلال التوك توك
بالميني فان، السيارة الصغيرة طالعة الحلوة كده اللي شكلها حلو. احنا بالنادي في برنامجي انا من فترة جامدة بالتوك توك، يا جماعة شيلوا التوك توك اعدموه. انا كرهته، في كل مكان في حاجات، الا ما رحم ربي هتلاقي فيهم ناس كويسين جدا مسوقين فاتحة دي. الكبار في السن اللي هم لا، لو في شباب حلو عارف ربنا كويس ومحترم وبتاع، ولكن لكن ضيعوا الصناعة، ضيعوا الاقتصاد، ضيعوا الاخلاقيات كلهم. فقلنا يا جماعة يعني تصرفونا في الموضوع ده بالنادي، ولذلك حتى في المركز او المحافظه اللي انا بنزلها بيحسوا ان انا ورا ايه موضوع التوك توك ده، انا اللي بنادي عليه. ربنا اكرمنا بقرار من رئيس مجلس الوزراء باستبداله بسيارة فعلا. من امبارح اللغط شغال ان التوك توك يروح فين. طبعا طلعت منابر ما شاء الله، كانت نفس المنابر اللي بتقول لك اعدموا التوك توك، طلعت دلوقتي تقول لك الدوله هتودي التوك توك فين، الناس دي تروح فين، حرام عليكم يا ناس، يا ناس ده سبوبه. يا عم اهدى شويه، دونت المشروع ده يا معالي المستشار لاستبدال التوك توك بالفان زي استبدال التاكسي الابيض بالاسود. بتروح تقدم التوك توك بتاعك، اذا كنت عايز التوك توك بتاعك خليه معاك، بس اشتغل في القرى والنجوع، تدخلش المدينه، تدخل المدينه هتطير هتتعدم التوك توك بتاعك، يعني مش هو اللي هيتعدم، التوك توك بتاعك. طبعا لا، عايز تستبدله هتروح توديه، ده كلام للجمهور كله، مسموح له يشتغل في شوارع معينه وفي لا ده حاجه معينة. عظيمه ست راكب وحاجه يعني 300 سي سي وحاجه استحمال وحاجه حلوه جدا، العربيه الفانل شغال بس داخل المدن. ولكن التوك توك اشتغل بره، اشتغل زي ما انت في النجوع، بس هتتقنن برضه، اشتغل في النجوع والقرى بره، تدخلش المدينه. ولكن انت عايز تدخل المدينه استبدل التوك توك بتاعك، روح ادفعه وشوف الفرق كام، وادفعه على 5 سنين، تعمل الدوله اكتر من كده. لا ده كده تمام. وبعدين ده احنا اتاخرنا كتير عشان ناخد قرار ده. التوك توك يعني تعبنا جدا. تعرف تعبنا نفسنا معلم شاري، والله العظيم نفس المنابر تقريبا اللي كانت تقول التوك توك التوك توك، دلوقتي خايفين على التوك توك ويقول لك الحق يا عم، مش هنلحق مش هنعدم. دكتور في حاجه يعني لفتت نظري في الموضوع ده، النهارده لو كل واحد بص للمشكله من زاوية منفعته هو أو ضرره هو، مش هينفع ناخد قرار جماعي، لأن أنا المشكلة الواحدة بالنسبة لي غير بالنسبة لك غير بالنسبة لأي واحد. في واحد بينتفع من التوك توك، فالقرار دايما بيبقى له ضحايا. لازم إحنا نسلم بده، لازم إحنا نوافق ونتقبل ده. المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة، مش عشان أنا بشتغل بالتوك توك أشتغل بس بالشكل اللي الدولة قننته. النهارده لا، ما هو التوك توك ليه ميزه ليه فايده، لكن ليه ملايين الـ الـ المشاكل ميزة. يعني مش التكاتك بيتم بيها اختطاف الاطفال، بيتم مخدرات وقتل وسرقه شنط السيدات والمشغولات الذهبيه والشنط والموبايلات بتتسرق بالتوك توك. التوك توك نفسه بيتسرق لانه ملوش ورق، مش مرخص، وانت مش هتعرف تتكلم مع مين، يعني تعرف تقاضي ولا تعرف تاخد حقك. عندنا عدد طفل قدامك اللي عارف له ورق عدد السيارات الموجوده في البلد. انا عندي في اسم الهرم بس في 3 تكاتك مسروقين الاسبوع اللي فات ده، بس دلجوا لي المؤسسه، ربما يكون في اكتر من كده، ما هو مش كل الناس بتجنن. مصيبه والله. ولكن فيهم ناس محترمه وناس فاتحه بيوت، ولكن برضو عندهم فرصه يستبدلوه بالسياره الصغيره، زي التاكسي ارقى وانضف وتبقى مرخصه. وزاره الماليه اللي هي منوط بيها المشروع ده، بتروح انت تستبدل وتاخد حاجه من فان حلوه جدا ب 50,000، برضو كويسه مش وحشه مش غاليه. التوك توك النهارده ب 45,000. ما انا بقول لحضرتك يعني انا الدوله برضو عامله لي حاجه كويسه، يعني احنا ما عدمناش التكاتك، يعني احنا ما ضيعناش مستقبل الشباب، بس اهم حاجه الشباب اللي هيدخل بقى على المينيفان لازم يكون مرخص، لازم يكون ادمي، لازم يكون محترم، لازم يكون عارف نفسه رايح فين وجاي منين. التوك توك بتاعك برضو مش هنسيبك، حتى لو اشتغلت في النجوع والقرى برضو مش هنسيبك غير لما نقنن لك وضعك. هو بيقول لك في النجوع والقرى اشتغل بس تدخلش المدينه، لا عايز تشتغل المدينه استبدل. ده على مستوى محافظات مصر كلها. يا ريت يتنفذ الكلام ده وبسرعه كمان، احنا اتاخرنا كتير. في شرفتنا مع المستشار، انا الوقت معاك والله العظيم بيجري. جميل، اشكرك يا دكتور احمد، واشكر الساده المشاهدين وكل اسره البرنامج الجميل. اشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، يعني انتهت الحلقه، نتمنى من الله ان نكون يعني قدرنا نوصل حاجه، ونوصل حاجه لاخواننا البسطاء يعني. ففي كل برنامج بتاعي في اللي جاي تواصلوا معايا، اللي عارف رقمي اوكي، مش عارفه برضه يتواصل على الصفحه بتاعتي في أي لحظة وفي أي مكان وفي أي زمان، فأنا تحت أمركم في أي مكان وأي زمان. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.